لا في الغرب ولا في الشرق ولا في اليمين، النهضه تاخذ الحكم، والنهضه خرجت من تحت الردم في سنه واحده لم تروحها. وكما قلت ريحه الدين والشعب، الشعب يريد هذا الدين. الان الفئات العلمانيه في البلاد هذه صحيح اللي هي مخذلتش اغلبيه، ولكن شوفوا الاعلام بيد من الان؟ بيدهم، الاعلام بيدهم، والاقتصاد بيدهم، والاداره، الاداره التونسيه نحن موجودين فوق، لكن الاداره ما زالت حتى الان بدايه من العمد. وتشوف الان التجمع راجع، الان التجمع راجع، وبيدهم بيدهم الاعلام، الجيش مش مضمون، الجيش صحيح مش مضمون، والشرطه مش مضمونه بالضروره. واللي عملوا هضم البوليسيه اللي عملوا اذن لهم علي العريض بهذا، لا مازالوا موجودين في السلسله، كل ما زاد بيديهم. كل اخواننا الاوضاع ما يغركمش العدد، كونكم خرجتوا بنت والفين وعشر الاف وعشرين الف ما يغركمش العدد. اركان الدوله، مفاصل الدوله ما زالت بيدهم، ما زالت بيدهم. خذوا وقتكم حتى يتغيروا. الان الان مش عندنا جامعه، الان عندنا وزاره شؤون الدينيه، الحمد لله. والان مش عندنا دكان، عندنا الدوله اعطاها رب السوق. ولكنكم قوم تستعجلون، قوم تستعجلون. الان انا نقول للشباب السلفي، انتم البارح وكنا جميعا الطاحونه تدور علينا، لا المساجد، المساجد بدينا درسوا ما شئتم. الان من اراد منكم يعمل تلفزه يعمل تلفزه، واللي يعمل اذاعه يعمل اذاعه، واللي يحب يعمل مدرسه، واللي يحب يعمل جامعه، وتحبوا تعملوا مخيمات، وتحبوا تستدعوا الدعاة من كل مكان، وتعملوا مشاريع. لماذا انتم مستعجلون؟ بالضبط، ليش ما تاخذوش وقتكم حتى تهضموا هالاشياء اللي تحققت لكم هذه؟ هل تظنون بأنه ما تحقق لكم غير قابل للتراجع فيه؟ هكذا كنا نظن نحن في الجزائر 91، وقت اللي كنا في الجزائر وظهور نسخونا بالجزائر، كنا نظن بأن الجزائر أقلعت ووصلت إلى نقطة لا عودة، وتبين أن ذلك كان تقديرا خاطئا، وعدنا إلى الوراء، وأصبحت المساجد تحت سيطرة العلمانيين من جديد، والإسلاميون مطاردين. ألا يمكن أن يحصل في بلادنا هذا؟ ممكن. هم حسب، هم انتخبوا ب 80% وتم التراجع عن ذلك. من النخبة العلمانية في بلادنا أقوى منها في الجزائر، والإسلام الجزائري أقوى من الإسلام التونسي. ومع ذلك تم التراجع. العاقل هو إذا حصل على كسب يأمنه، يحطه في الجيب، يحطه في الخزان، يسكر عليه. تجار راس المال. حتى بعد باش يزيد القدام يطمئن، لأنه الشيء هذاك اللي كسبه أصبح مضمون. نحن كسبنا يا إخواننا في سنة واحدة شيء عظيم. وهذا الشيء العظيم ماهوش مكسب نهائي، مش ثابت. شوف المؤامرات اللي قاعدة حولنا الآن، وكلهم قاعدين يتجمعوا، التجمع بعد التجمع، كلهم قاعدين يتجمعوا، ضد شكون؟ ضد الاسلام؟ ضد الاسلام، ضدنا. فنحن عوض ان نقول ان نطمن الناس، نعطي خطاب تطمين، ما نخوفش الناس، ونقولوا هالكسب اللي حصل اللي حصلنا عليه نامنوه ونعظموه، معناها نزيد عليه. كم عندنا من جمعيات؟ المفروض نملوا البلاد بالجمعيات. ونمشي المدارس في كل مكان، ولكن الناس ما زال جاهله بالاسلام. في عام واحد نحن انتقلنا من تحت الارض الى الحكم. اولادنا اللي يحكموا ما زالوا ما عرفوش الحكم، ما زالوا ما تعرفوش على كراس على محيطهم. الوزارات اللي موجودين فيها هو وزير فوق، لكن اللي تحته الكل ملغم، كل يحفظ. كم يحتاج الوقت هو باش يتعلم الساعه باش يحكم، وباش يأمن محيطه، باش يولي محيط يخدم معاه مش يتآمر عليه.
إذا الناس إخواننا نتبعوا حماس الشباب، حماس الشباب جيد، ولكن ينبغي أن نحكم بلجام العقول. نحن بالمجد الآن، هل هناك مصلحة حقيقية للإسلام في أن نضيف إلى نص الشريعة، النص الدستوري الموجود، نضيف إليه التنصيص على الشريعة؟ هل هناك مصلحة لنخوض هذه المعركة؟ الآن نحن نقول الشعب التونسي ظاهرا، والسياسة تحكم على الظاهر، سلم بالإسلام دينا للدولة. موضوع الشريعة ثم قسم من التوارث، النخبة التونسية اللي كنا بيد هذه مفاصل القوة خائفة من الشريعة. نحن عندنا فرق ما بين الشريعة والإسلام، ولا ما عندناش فرق؟ نحن ونسبة مسمى آخر، لأن الشريعة بمعناها الحقيقي، الشريعة بمعناها الحقيقي عقيدة وشعائر وشرائع، ماهيش بالمعنى. وحتى اخواننا اللي متحمسين لإضافة نص الشريعة، نقول يا اخواننا تحبوا تطبقوا الحدود، يقولوا لا لا نعني بهذا مازال. طيب ماذا تريدون؟ يحب النص. يحب النص ليش؟ يقول لأن النص باش يقيد السلطة. النص السابق ما قيدش السلطة، ولا تقولوا ما قيدهاش. هذا كله نظرة سطحية، نظرة ظاهرية، ما فيش عمق، ما فيش عمق. واحد متمسك بالنص، نص الشريعة، هذا الإسلامي الظاهري والعلماني الظاهري، كيف متمسك أنه هذا خايف من قابل الإسلام ورفض الشريعة. هذا مثل ما فعل سيدنا عمر للأنصار لبني تغلب، قالوا لا ندفع الزكاة، لا ندفع الجزية، لأن فيها حق من شأنهم. قال ماذا تريد؟ قال ندفع الزكاة. فضحك سيدنا عمر، قال هم تدفعوا. لأنه قبل المسمى ورفض الاسم. فالعلمانيون رفضوا، قبلوا الإسلام وما قبلوش، ما يقبلون الإسلام برك، لأن ربي قال إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. والحرص هذا على أنه يا أخي النص هذا لم يقيد سلوك الدولة في السابق، هذا نظر شكلي. لأن متى النصوص قيدت الدول؟ النص الرجال هم الذين يحركونه ويمشون.